بيان الجيش هو ادى فتره معينه ان مرسي يحدد فيها مصيره، ان هو يشوف المطالب ان الشعب عاوزها ويحققها، علشان الناس دي مش نازله من فراغ كده، يعني يشوف المطالب اللي الشعب عرضها، لان الشعب هو اللي بيريد، الشعب هو اللي صاحب الشرعيه في الاول وفي الاخر. دور الجيش هو العمود الفقري بتاع مصر، فهو الجيش الفتره الجايه يعمل مجلس رئاسي ويحمي مصر ويرجع لسكناته بعد ما يعمل المجلس الرئاسي. يعني هيسلم السلطه زي ما عمل مع مبارك، وهيشوف مثلا الحكومه اللي هي الديمقراط، ويشوف موضوع المحكمه الدستوريه مثلا، رئيس المحكمه الدستوريه مسكه كده يعني. الجيش بامر الله، الجيش على طول مع الشعب. احنا كنا في الجيش لحد 73، انا كنت في الجيش 73، والجيش هو الشعب.